بقعة جغرافية ليست بالكبيرة، لكنها معقدة على جميع الجبهات. تقتتل القوى عليها، تسكنها معظم عرقيات الشرق الأوسط في آن واحد، وتعصف بها منذ سنوات مخاضات عسيرة متواصلة إلى يومنا هذا، حتى أنها حازت على لقب معضلة العراق الكبرى، مع أنها لا تحوي ذهباً ولا كنوزاً ثمينة تثير أطماع المستعمرين. فما هو سر سنجار؟ في الحقيقة إن قصة سنجار غريبة قليلاً، فهي مدينة عراقية صغيرة ومركز قضاء تقع في غرب محافظة نينوى شمال العراق، تشهد صراعات كباقي مناطق العراق بسبب الوضع الأمني المضطرب هناك وطمع القوى في السيطرة على البلاد ونهبها. لكن ما جعل سنجار عقدة حقيقية هو اختيارها لتكون أرض الصراعات الإقليمية، وإن تساءلت عن السبب فدعني أقول لك إنها أسباب وليست سبباً واحداً. أولها الأعراق التي تقطن القضاء، فسنجار على صغرها وقلة عدد قاطنيها يسكنها العرب والتركمان والأكراد الذين ينقسمون بدورهم إلى سنة وشيعة، إلى جانب الإيزيديين والسريان والكاكائيين، ما دفع إلى العقدة الثانية، وهي أن القوى التي تمثل العرقيات والإثنيات هذه اعتبرت جميعها أن هذه الأرض من حقها، وعلى أساس ذلك دخلت المنطقة وبدأت فيها بعمليات تغيير ديموغرافية. أولاها كانت حينما اقتتلت بغداد مع إقليم كردستان، حين فرضت حكومة إقليم كردستان العراق السيطرة على القضاء وطردت العديد من العشائر العربية منه مقابل زيادة عدد الأكراد فيه. لكن الأمر لم ينتهي هنا، فلمحاربة الإيزيديين دخل تنظيم داعش القضاء وقام بإبادات جماعية ضدهم، ثم سيطر على القضاء، وهذا ما استدعى التغيير الثالث، وهو دخول البشمركة وحزب العمال والحشود الإيزيدية بعد طرد التنظيم، ليقوموا بإبعاد العديد من العشائر العربية منه بحجة انتماء أبنائها إلى التنظيم. يبدو الأمر معقداً، لكن هذه ليست سوى مقدمات، فالتعقيد الحقيقي بدأ بعد هذه الفترة. حكم مقسم. تسببت خارطة التحالفات التي تربط المكونات الإثنية والعشائرية الموجودة في القضاء في تردي الأوضاع الأمنية واحتدام الصراعات السياسية، إذ دخل المكون الإيزيدي في علاقة تحالف مهمة مع الفصائل الإيزيدية النافذة في المدينة، في حين ارتبط الجزء المتبقي من العشائر العربية والكاكائية والسريان في علاقات تحالف مع حشود الأقليات التي تعمل ضمن هيئة الحشد الشعبي. هذا عنا تعقيداً على مستوى السلطة في القضاء، فمع أن الفصائل الإيزيدية وحزب العمال الكردستاني PKK والفصائل الولائية تسيطر منذ عام 2017 بصفة شبه كلية على القضاء، إلا أن الدولة العراقية تملك جزءاً من الحكم عبر عدد محدود من نقاط التفتيش. هل ما زلت مركزاً حتى اللحظة؟ حاول الإبقاء على ذلك، لأننا سندخل الآن في فقرة الدول التي دخلت القضاء. بين تركيا وإيران. تتميز المنطقة السنجارية بموقع استراتيجي هام، باعتبارها مساحة هامة لتعميق النفوذ شمال غرب العراق، كما أنها إحدى الإطلالات الرئيسية للعراق نحو تركيا وسوريا، إلى جانب كونها نقطة مركزية لربط أكراد إيران بأكراد العراق وسوريا وتركيا. هذا ما جعلها بنية ممتازة لدخول إيران بداية، التي تستغل علاقتها مع حزب العمال الكردستاني والحشد الشعبي لبسط نفوذها أكثر في العراق وتحجيم الوجود التركي، وللضغط على أنقرة وكسب تنازلات منها سواء في العراق أو سوريا. ودعنا لا ننسى أن سنجار يمر من خلالها مشروع طريق السبايا الإيراني. الطرف الإقليمي الآخر الداخل في الصراع هو تركيا، التي تعتبر القضاء مجالاً حيوياً ومفترق طرق ضرورياً لأمنها، نظراً إلى كونها عقدة الوصل بين أكراد شمال العراق وأكراد شمال سوريا، إضافة إلى أنها تمثل موقعاً متقدماً لحزب العمال الكردستاني تجاه تركيا، ما يجعلها قاعدة انطلاق تهدد الأمن القومي التركي، ما يفسر استهداف تركيا المتكرر لسنجار ومحاولتها التواجد فيها. كل هذا باختصار حول القضاء إلى نقطة ملتهبة تتصارع فيها القوى والإثنيات معا،
أما المستقبل مثل حال أمر المنطقة يستلزم بعض التفصيل. سيناريوهات مصير سنجار. تقف اليوم سنجار أمام ثلاث سيناريوهات ترسم مصيرها. الأول هو استمرار حالة الصراع، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً نظراً إلى استمرار الصراع الداخلي والخارجي وضعف التفاعل الدولي مع عملية إيجاد حلول عملية تنهي العقدة السنجارية. الثاني هو تغول سيطرة بيكيكي والفصائل المتحالفة معه على القضاء وحسم أمره إلى صالحهما. أما الثالث فهو قيام تركيا بعملية عسكرية تغير من معادلة القوى في سنجار، تؤدي إلى تفاهم حول وضع القضاء بين حكومتي أربيل وبغداد. وإلى حين تحقق واحد من بين هذه السيناريوهات، تظل سنجار بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، ويبقى الخاسر الأخير هو أهالي سنجار من مختلف أطيافهم وأعراقهم وقومياتهم.